بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغلقوا أبوابكم، وخمروا آنيتكم، وأطفئوا سرجكم، وأوكئوا أسقيتكم، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، ولا يكشف غطاء، ولا يحل وكاء، وإن الفويسقة تضرم البيت على أهله، يعني الفأرة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزدنا في الأعمار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في الرباعيات عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأحاديث التي فيها الأوامر بأربعة أشياء أو المناهي عن أربعة أشياء. من هذه الأحاديث ما جاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغلقوا أبوابكم، وخمروا آنيتكم، وأطفئوا سرجكم، وأوكئوا أسقيتكم. أوامر يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بها المؤمنين أن يحتاطوا لأنفسهم عند الليل إذا جاء الليل، فيقول: أغلقوا أبوابكم، إذا أردتم النوم فأغلقوا أبوابكم. الإنسان يحترس من الشياطين، شياطين الإنس ومن شياطين الجن، فيغلق بابه. ويخبرنا أن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، إذا دخلت بيتك وذكرت اسم الله حين الدخول لا يدخل معك الشيطان، ولا يقدر الشيطان أن يفتح الباب الذي أغلقته وقد ذكرت اسم الله عز وجل وأنت تغلقه. يبقى تدخل بابك، تدخل غرفتك بسم الله تفتح وبسم الله تغلق، ولا يقدر الشيطان أن يفتح ما أغلقته وقد ذكرت اسم الله عز وجل على ذلك. قال: أغلقوا أبوابكم. وهنا الإنسان يحترس من شياطين الجن وكذلك من شياطين الإنس، من اللصوص ونحوهم، تغلق بابك عليك بالليل حتى لا يدخل إنسان لص يسرق متاعك. قال: وخمروا آنيتكم. أيضا يعلمنا أننا نخمر، والتخمير معنى التغطية، تغطي الإناء. وخمروا آنيتكم حتى لا يسقط شيء من الأشياء، دابة من الدواب، ذبابة، صرصار، شيء يؤذي فيقع فيه طعامك فيفسد عليك هذا الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم غطي الإناء. إذا خمرت إناءك وذكرت اسم الله عز وجل أيضا الشيطان لا يكشف ولا يقدر على ذلك، طالما أنك تخمر وتغلق بابك وتذكر اسم الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: وأطفئوا سرجكم. أطفئوا سرجكم، والسراج معنى النار، يعني النار التي توقدها حتى تستضيء بها. فإذا أردت النوم لا تترك شيئا متقلا مشتعلا، لعلك تتركه وتأتي الرياح الهوى يطير النار فتحرق عليك متاعك، ولعل الفويسقة وهي الفأرة تأتي فتسحب الفتيل، تجر تسقط الشيء الذي هو مشتعل فتضرب على الناس بيوتهم. ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: وأطفئوا سرجكم، وأوكئوا أسقيتكم. أوكئوا، الوكاء اللي هو الرباط اللي يبقى على فم القربة. قال: أوكئوا أسقيتكم. السقاء قربة الماء، القربة. إذا كان الإناء له غطاء خمر غطي، إذا كان جركن ماء غطيه بالغطاء بتاعه، إذا كانت حلة غطيها بالغطاء بتاعها، إذا كان سقاء، سقاء القربة اللي فيها الماء. قال: أوكئ، أوكئ، أربط فم القربة. عادة القربة إنها لو مش مربوطة تميل شمالا أو يمينا، يوم ينكب ما فيها ماء دميعه يضيع على صاحبه. فيعلمنا إن خذ بالحيطة، خذ
توكل على الله سبحانه وتبارك وتعالى وخذ بالأسباب. شوفوا الرجل اللي جاء المسجد ومعه الجمل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الجمل أو هذه الناقة، قال أعقلها وأتوكل أو أتركها وأتوكل. يعني التوكل على الله عز وجل هل ينافي أن أنا أربط هذا الجمل على باب المسجد، ولا التوكل مقتضى أن أنا أسيب الجمل كده وربنا حيحرسه؟ قال أعقلها وتوكل، أعقلها وتوكل. يبقى توكلك على الله عز وجل لا يمنعك من الأخذ بالأسباب، بل من التوكل أن تأخذ بالأسباب. يبقى إذا جئت للمسجد ومعك شيء تخاف عليه، يبقى حافظ على هذا الشيء واحرص هذا الشيء ولا تضيعه. ما تدخلش المسجد ومعاك أشياء، طعامك معاك، شنطة في إيدك معاك، الملابس بتاعتك تتركها على باب المسجد أو تتركها في مكان الأحذية وتدخل تصلي وتقول ربنا يحرسها. ربنا أمرك أن تأخذ بالأسباب، اعقلها وتوكل. معك حذاءك والآن كسرت سرقة الأحذية من المساجد، ما تدخلش المسجد ومعي الحذاء أتركه على باب المسجد وهو جديد وممكن حد يسرقه وبعد كده أقول شوفوا جيت صليت في المسجد اتسرق الحذاء. لا، ولكن قال لك النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، خذ بالأسباب. يبقى حذائك تجعله أمامك، حطه في كيسة واجعله بين رجليك. يبقى هنا تأخذ بالأسباب وتوكل على الله. في أي مسجد من المساجد تفعل هذا الشيء، في المسجد الحرام لعلك تدخل تحط الحذاء بتاعك في مكان الأحذية تطلع ما تلاقيش الحذاء بتاعك، حد تاني أخذه، حد سرقه، ضاع، سقط، حد ضيعه. هنا أنت تأخذ بالأسباب، احرص أنت متاعك بنفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، ما تقولش أنا هنا في الحرم، ده في المسجد النبوي، ده مسجد الحرام، لا تقول ذلك. هو المسجد اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هو المسجد النبوي، وقال للرجل في الناقة اعقلها وتوكل. يبقى اربط الناقة، قيدها علشان ما تمشيش الناقة. يبقى دماغك طول ما أنت في الصلاة مشغول بهذه الناقة، الآخر طول ما هو في الصلاة مشغول في الحذاء بتاعه جديد وسيبه على باب المسجد، أو ينفر بعد ذلك ولا يأتي المسجد فلا يصلي، يترك الصلاة بسبب ذلك. يبقى خذ بالأسباب وتوكل على الله عز وجل. كذلك هنا تأخذ بالأسباب التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بالليل أغلق بابك، تربس الترباس بتاع الباب. يبقى تأخذ بالأسباب حتى لا يأتي اللص فيدخل بيتك ثم تندم بعد ذلك على ما حدث. الطعام بتاعك ما تسيبش الطعام مكشوفا، ولكن غطي الطعام كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يأتي هام دابة من الدواب تدخل بذلك الطعام فتؤذيك وتمنعك من أكله. ذكر هنا صلى الله عليه وسلم تعليلا في الحديث، قال فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلق، فإذا أغلقت بابا الشيطان ما يقدرش على فتح الباب المغلق. قال ولا يكشف غطاء، إذا غطيت الحلة بتاعتك الشيطان مش هيكشف الغطاء بتاع الحلة. ولا يحل وكاء، إذا ربطت فم السقاء الشيطان ما يبلغش كيده أنه يفتح لك الفم بتاع القربة ويوقع المية بتاعتك. يبقى خذ بالأسباب وما تقولش الشيطان هو اللي فتح القربة، الشيطان هو الذي فعل ذلك، لا، خذ أنت بالأسباب ولا يقدر الشيطان على أن يفعل ذلك. قال لنا وإن الفويسقة تضرم البيت على أهله، يعني الفأرة الفويسقة. هنا الفأرة سماها النبي صلى الله عليه وسلم فويسقة وأمر بقتلها سواء كنت في الحل أو في الحرم. الشيطان يدلها على الشر، فتقوم الفويسقة تأتي البيت فيه نار مشتعلة وأنت تاركها ونايم، والشيطان يدلها أن تسحب الفتيل، تأخذ ورقة بفمها وتجري بها من أمام النار وترميها في مكان آخر. الشيطان يدل هذه على مثل ذلك فتحرق عليك بيتك من حيث لا تدري أنت. فيعلمك النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك ما تسيبش في شيء متاقد في البيت. هل معنى ذلك ان ما سيبش مصباح الكهرباء متعاد بالليل؟ ما قاليش ما جابش سيره مصباح الكهرباء، ولكن بيقول لك شعلة النار، شعل الفتيل، الحاجه اللي ممكن الفأرة تسحبها وتجري بها فتحرق عليه البيت. وحدث هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت الفأرة وأخذت فتيلا من النار وألقتها على سجادة النبي صلى الله عليه وسلم، على الخمرة التي يصلي عليها، الحصير الذي يصلي عليها، فأحرقتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها، هنا فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان يدل هذه على مثل ذلك، يدل الفأرة إن تأخذ الفتيل تسحبها توقع الإزازة اللي فيها النار فتحرق المكان. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاحتياط والحذر والأخذ بالأسباب. من الأحاديث حديث لعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا.
وهذا حديث صحيح أيضا مثل الحديث السابق. السابق من حديث جابر رواه البخاري ومسلم، وهذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها، معنى موجود في صحيح البخاري. معنى أوله كان السيدة عائشة ردت على إنسان من اليهود أذى النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، فردت عليه بكلام شديد. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، وفي حقيقة أمره يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك السلام عليك. فهم النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليك وعليك، بمعنى الموت. السلام معنى الموت والهلاك، الموت يجري علينا وعليك، كلنا حنموت، الموت علينا وعليك. فهمت السيدة عائشة وظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ باله من هذا الشيء، ما أخذش باله صلى الله عليه وسلم، هي ظنت ذلك. فقالت وعليكم السلام واللعنة، فشتمت اليهودي وقالت فهم إيه اللي أنت بتقول، عليكم السلام واللعنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة، ما هي يا عائشة؟ قالت أولم تسمع ما قال بيدعو عليه ويقول السلام عليه؟ قال قد سمعت فأجبت رديت عليه. ثم أخبرها صلى الله عليه وسلم إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا. هذا في حديث في البخاري ومسلم وغيره عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى. لكن هنا في مسلم الإمام أحمد فيه زيادة، وزيادة صحيحة، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزيدن في الأعمار. كان رواية الإمام أحمد هنا قال يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، يعمران ويزيدان هذا في المسنة، ولكن واضح أن الجملة جمع ذكر أشياء، ففي بعض الروايات قال يعمرن الديار ويزيدن في الأعمار. صلة الرحم أن تصل رحمك، هذا مما يعمر دارك ويعمر البلد، أن يكون أهل البلد فيها يصلون أرحامهم، يصلون أرحامهم، يجي الرزق من عند الله، تأتي البركة من السماء. تعمير الديار يكون بذلك، برزق من الله عز وجل يسوقه لعباده. والرزق له أسباب، الأسباب إنسان يدعو ربه سبحانه، إنسان يأخذ في أسباب الرزق، يتوكل على الله سبحانه تبارك وتعالى، يمشي في الأرض يسير في مناكبها يبحث عن رزق الله فيأتيه رزق الله سبحانه تبارك وتعالى. لا يمكث في بيته من غير عمل ويقول يأتيني الرزق. الرزق قال أمرك الله سبحانه تبارك وتعالى أن تسير وأن تبحث عن هذا الرزق، تطلب رزقك وأنت تتوكل على الله سبحانه. لو أنكم توكلون على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. قال لنا هنا في الحديث صلة الرحم مما يبارك الله عز وجل بسببه في الرزق، فتكون الديار ديارا عامرة ليس ديارا بلاقع. قال وحسن الخلق كذلك، حسن الخلق يصل به الإنسان لأعلى الدرجات في الجنة عند الله سبحانه تبارك وتعالى. وحسن الخلق، وجاء في حديث رواه الترمذي عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصلاة والصوم أو صاحب الصوم والصلاة. وشوف حسن الخلق يبلغ به الإنسان أعلى الدرجات في الجنة عند الله عز وجل بحسن خلقه، والعكس في ذلك في سوء الخلق. يبقى مما يعمر الديار أن أهل الديار يكونون في حسن الخلق على مستوى راقي وعلى مستوى عالي في حسن الخلق فتعمر الديار. فالإنسان لما يشوف أسباب ما المسلمون فيه من بلاء ومن حرمان ومن شؤم وعدم بركة فينظر إلى الأسباب، يعالجون هذه الأسباب والله عز وجل يعطيهم البركة من عنده سبحانه. يبقى قطيعة الرحم تدع الديار بلاقع، قطيعة الرحم تمنع الإنسان من الرزق، تحرم الإنسان من المنزلة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال لنا صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار، الإنسان يكون مع جاره في أحسن حال، يحسن إلى جاره، ينظر في حاجة الجار، يكون الجار مع جاره كالأخ مع أخيه، كالأهل بعضهم مع بعض. أوصانا جبريل، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، حتى قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه،
حتى ظننت أنه سيورثه. هذا الجار من أقرب الناس إليك جارك، لعل أهلك لا يعلمون بمرضك وجارك أول من يعلم بذلك، فيأتي إليك ويعودك ويسأل عنك، يعلم بحاجتك، يقضي لك حاجتك، يكون معك. الجار يصلي معك، الجار يحضر جنازتك، الجار يدعو لك، الجار الطيب يكون معك في الدنيا كله خير. إذا مت دعا لك وشهد لك عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فأحسن إلى جارك، فقالنا النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن الجوار يعمر الديار. يبقى هذه الأشياء صلة الرحم، حسن الخلق، حسن الجوار يعمرنا الديار وكمان يزدنا في الأعمار. يبقى الإنسان عمره فيه بركة بسبب ذلك، بسبب صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث حسن، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، من بدا جفا، من البدو، البدو خروج إلى البادية. فالإنسان الذي يعتاد سكن المدن مع الناس، يتعامل مع الناس، هذا يعتاد حسن الخلق، المعاملة، الاحتكاك مع الناس تولد عند الناس أذواقا معينة. إنسان لما يبقى وحده في مكان يقوم نظرته كلها إلى نفسه ليس إلى غيره. إنسان اللي بيعيش مع جماعة ينظر إلى نفسه وينظر إلى الناس، يتعلم من الناس ويعلم الناس، يأمرهم بالمعروف ويأمرونه بالمعروف، ينهاهم عن المنكر وينهونه عن المنكر. يبقى وهو مع الناس يقوم الاحتكاك يولد حسن الخلق، ده إذا كان يتعلم من الناس حسن الخلق. الإنسان الذي يبدو يمشي بعيدا في الصحراء يكون وحده، يبقى خايف ألا الخيمة بتاعته يجرى فيها حاجة، خايف ألا المطر ينزل يضيق علينا، خايف ألا حد تاني يجي في الأرض اللي هو فيها يأكل منه الأعشاب الموجودة يأكلها الغنم بتاع الآخر. يبقى حريص على المكان لأنه وحده في هذا المكان، ما فيش احتكاك مع أحد، يبقى هو وحده، ما فيش حد يأمره معروف ولا ينهاه عن منكر إلا من رحم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيتعود الجفاء، الجفاء يبقى فيه جفوة، فيه غلظ الطباع. ولذلك ذكر الله عز وجل الأعراب فقال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حلول ما أنزل الله على رسول. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، فهم في البوادي إلا من رحم الله سبحانه. كل إنسان مشغول بنفسه، لا ينشغل بطلب علم، لا يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه حديثا يتعلم منه آية، يتعلم من المسلمين ما هم عليه من حسن الخلق، لا، هو وحده. فالذي يعيش وحده جدير بأنه يجفو في طبعه ويغلظ في معاملته. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا. ولذلك كان من الكبائر، كان من الكبائر أن الإنسان يتحول أعرابيا بعدما هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم. إنسان هاجر إلى المدينة قبل فتح مكة وصار مع النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين في دار الهجرة في دار المدينة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر التحول إلى الأعرابية، أنه يرجع للأعراب مرة ثانية بعدما ذاق حلاوة الإيمان وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فجاهد مع المؤمنين، ثم يرجع وحده إلى الأعراب وإلى البدو وإلى الجفاء. يبقى لنا من بدأ جفاء. وهذا لا يعارض ما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المرء أو المؤمن غنمات يتبع بها رؤوس الجبال أو شعف الجبال ومواطن القطر. يوشك أن يكون ذلك، يفر بدينه من الفتن. يبقى إذا كان المدينة كلها بلاء، والإنسان إذا كان فيها يخاف عن نفسه من الكفر، يخاف عن نفسه من الفسوق من الفتن، فذهب إلى البادية، ذهب إلى مكان بعيد وكان وحده بعيدا عن الفتن، هذا ممدوح، هذا ممدوح. ولكن إذا كان في المدينة من يعينه على طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيكون مخالطته للناس أفضل من أن يكون وحده بعيدا عن الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قال لنا هنا في الحديث: من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن اتبع الصيد غفل. الإنسان الذي يخرج: تعالوا نصطاد النهاردة، حنصيد حمام، حنصيد عصافير، حنصيد كذا، طول اليوم عمال يصطاد ويلعب، يبقى هنا غاوي لعب، عايز يوم أنه يلعب فيه، اليوم بحاله على ذلك.
الصيد يشده، اصطاد عصفور عايز اصطاد اثنين، عايز اصطاد عشرة، تعالوا نصطاد سمك النهاردة، نقعد على البحر نفكر وننظر في الناس وكده، قاعد غفلان، يجي وقت صلاة الجماعة لعله تعدي عليه وقت صلاة من غير ما يقوم ويصلي، سرح فيما هو فيه، شيء ورا شيء ابتدى هذا يشده. وهذا حاصل كثيرا، ما تجد الإنسان تلاقيه مواظبا على صلاة الجماعة، يجي الفجر يجي الظهر يجي في كل، انشغل بالصيد كل شوية، طالع تعال نصطاد النهاردة، رايحين فين؟ رايحين في المكان الفلاني، رايحين العمرية، رايحين العجمة، رايحين كذا، كل يوم في مكان لغاية ما تلاقي في النهاية نادرا ما يأتي لصلاة الجماعة. إذا كان يوم الجمعة نادرا ما يصلي مع الناس الجمعة، لأنه مجبور رايح يصطاد النهاردة كذا، رايح الجمعة الجاية كذا، متعود مع مجموعة من الصحاب والأصدقاء يذهب إلى كذا، يقوم يخالق بعضهم بعضا بخلق المسامرة، إن ما فيش لأمر معروف ولا نهي عن منكر رايحين نتسلى النهاردة. فقال لنا من اتبع الصيد، من كانت هذه حياته إنه متتبع للصيد للتسلي والتلاهي يغفل. وليس معناه أن الإنسان ما يشتغلش صيادا يكون أكله مهنته رزقه، ما قالش هذا شيء، ولكن اللي بياخذ هذا الشيء على وجه التسلي، تعالى نتسلى في هذا الشيء، فتتبع الصيد يصيد عصافير يصيد حمام يصيد صيد، يبقى هنا في غفلة، شيء من تتبع مرة أو شيء لا مانع، لكن تتبع بقى على طول هو مشغول بهذا الشيء يلهيه الصيد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، عن العلم الشرعي، عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عن صلاة الجماعة، ولا يزال هكذا حتى يتحول من الدين ومن المواظبة على طاعة الله إلى الغفلة والبعد عن ذلك. قال ومن أتى أبواب السلطان افتتن، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، الإنسان الذي يعود نفسه أن يذهب إلى أبواب السلطان حيعمل عند السلطان، يذهب لأنه إما يمد إيده يطلب عايز كل شوية عطايا، أو أنه يذهب لينافق ويرائي، أو أنه يذهب فينظر إلى ما عندهم من زخارف الدنيا يحسدهم على ما هم فيه ويستقل نعمة الله سبحانه تبارك وتعالى عليه، أو أنه يذهب ويرى المنكرات فلا يأمر المعروف ولا ينهى عن منكر، يبقى كأنها كلها شر إلا من رحم الله سبحانه فأتى ونصح ووعظ وأمر بالمعروف ونهى عن منكر. لكن من يعود نفسه على ذلك أنه يذهب إلى الأمراء ويذهب إلى الكبراء ويعتاد المسامرة مع هؤلاء، يفرط في دينه أمام ما يأخذه من هؤلاء، فقال لنا من أتى أبواب السلطان افتتنا، وهذا وإن كان مطلقا ولكنه مقيد بالذي يأتي ويكون لا يأمر معروف ولا ينهى عن المنكر. فمن أتى ليأمر المعروف وينهى عن المنكر ويعظ وينصح لله سبحانه فليس داخلا في ذلك، ولكن هذا قليل هذا قليل، فكل من يكون بعيدا عن أبواب السلطان يكون في رحمة وعافية، وكلما اقترب شيء ورا شيء يبتدي يتنازل عن شيء من الدين ويفتي بما يناسب الأهواء ويناسب الحاجات اللي فيها لغاية ما ينسى أمر الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. كلما ازداد قربا من السلطان كلما ازداد، ما راح يزداد قربا ازاي؟ كيف يكون قريبا؟ يا اما بيأمر معروف وينهى عن منكر، عادة ناس انه لا يعجبهم ذلك، احد الناس لما كل شويه تأمر بمعروف اعمل كذا ما تعملش كذا حرام عليك اتقي الله كذا، لا يقبل هذا الشيء. اذا قبل مره مرات يتضايق من كل شويه جاي تقول لنا هذا الشيء، فلا يقبل منك ذلك. فاذا كان السلطان هيقبل من الإنسان كل شوية يجيله عشان ينصحه، لا يطيق ذلك. فالذي يزداد قربا من السلطان هو الذي يجامل، هو الذي يداهن، هو الذي يرائي، هو الذي يتنازل عن شيء من دينه. كلما تنازل عن شيء من الدين كلما ازداد قربا من السلطان وبعدا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال في الحديث وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.